أهلين، اليوم سويت معكم كيكة الشوكولات الإجرامية. سويتها بسخان عشان تنفع جمعاتكم ومناسباتكم. بالبداية راح أسوي الكيك اللي هو عبارة عن بيض أخفقه، وبعدها أضيف الزيت والموية وأخلطهم لين يتجانسون، وأستخدم خليط الكيك الشوكولات من العلالي. طبعا خليط الكيك من العلالي خالي من الألوان الصناعية، وسويتها نفس اللي مكتوب على الكرتون. أضفت إضافة من عندي اللي هي عبارة عن كاكاو الباودر من العلالي عشان يعزز النكهة الشوكولات فيه واللون. وبعدها عندي الصينية حقت السخان، حطيت زبدة أو زيت وحط الخليط بالفرن. أول ما نطلعها من الفرن ما يحتاج نبردها، على طول راح أسوي فيها فتحات وأسقيها بالحليب وخليها تتشرب على جنب. وهنا عندي صوص الشوكولات عبارة عن كريمة التزيين من العلالي اللي بالطعم الشوكولات، خلطتها مع كريمة خف، وعندي هنا كاكاو باودر ملعقتين عشان يعزز النكهة واللون. الحين الفقرة الأخيرة وهي تزيين الكيك. عندي طبقة بيضة عبارة عن جبن كريب وحليب مكثف وقشطة، وهنا عندي الصوص الشوكولات اللي سويناه. وبعدين راح ازينها بنوع بسكوت، اي نوع بسكوت عندكم، فتفتوه على الاطراف والتوت بالنص او ممكن تستغنون عنه. حطيت من الصوص الابيض بالنص وسويت هذه الحركه بالعود، وكذا كيكتنا صارت جاهزه نقدمها بالسخان، ومتى ما احتاجنا الشمعه نشغلها عشان تتقدم دافيه. طبعا ما احكي لكم كيف لذيذه وريحتها تشهي وكيف غرقانه صوص. طبعا اهل الدايت منصحكم بهالكيكه، جربوها وارسلوا لي تطبيقاتكم، وعليكم بالف عافيه.